السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتكم طبخ وحلويات أم ريان. يوم إن شاء الله غنشارك معكم ربعة ديال السلطات اللي كيجوا باردين ومغذيين وفي نفس الوقت حلوين. بالنسبة للمقادير، السلطة الأولى بسم الله على بركة الله كنحتاجو 2 برتقالة مقشرة ومقطعة مربعات صغيرة، عصير نصف برتقالة، نصف الآخر كنقطعو شرائح للتزيين، ملعقة عصير ليمون حامض ملعقة كبيرة خاصة على حسب الرغبة مقطع، ربع ملعقة صغيرة قرفة، 2 ملاعق صغيرة من السكر سنيدة. نخلطو جميع المكونات مع بعضياتهم، البرتقال الخس نزيدو عليه عصير البرتقال، نزيدو عليه القرفة، نزيدو عليه السكر، نزيدو عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نخلطو جميع المكونات مع بعضها ونديروها في الثلاجة تبرد مزيان، كتجي منعشة. المقادير، السلطة الثانية اللي هي سلطة الجزر والتفاح، كنحتاجو ليها جوج جزرات يعني خضرين ما طايبينش، كنحتاجو ليها تفاحة، جوج معالق ديال سنيدة اولا على حسب الذوق، عصير برتقالتين اولا ثلاثة. كنبشرو الجزر ديالنا اولا كنحكوه في الحكاكة الرقيقة، من بعد كنحكو التفاح ديالنا في الحكاكة الغليظة، وكنزيدو عليه عصير البرتقال والسكر على حسب الرغبة. ندخلوها للثلاجة تبرد باش كتجي منعشة وباردة في هذا الصيف. بالنسبة للمقادير، السلطة الثالثة اللي هي سلطة الخيار والبرتقال، كنحتاجو برتقالتين مقطعين دوائر، كنحتاجو شوية ديال الزبيب على حسب الرغبة، خيار وحدة مقطعة دوائر، وسكر على حسب الرغبة. كنستفو الدوائر ديال البرتقال ديالنا في الطبق، كنحطو عليهم دوائر ديال الخيار، كناخدو هداك العصير اللي طلق لينا البرتقال، كنزيدو عليه معلقة ديال السكر سنيدة أولا جوج على حسب الرغبة، وكنزينو بالزبيب وكندخلوها للثلاجة تبرد باش تجينا منعشة وباردة. Thank you.
بالنسبة للمقادير سلطة الرابعة كنحتاج جوج ديال البربات مسلوقين، خيارة واحدة، عصير ثلاث برتقالات. كنحكو البربة في الحكاكة رقيقة وكنحكو الخيار كذلك في الحكاكة رقيقة، كنزيدو عليهم عصير البرتقال وكنزيدو السكر على حسب الذوق. أنا ما زدتش السكر هنايا، وكندخلوها للثلاجة تبرد. هادو هما السلطة ديالنا بعد ما كيبردو كيجيو منعشين فصل الصيف. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتابوناو في القناة باش يوصلكم كل جديدي. كنخليكم في أمان الله، كنتمنى لكم الصحة الجيدة، إلى اللقاء في فيديو.